السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو وتابعا دائما لزواج المغربية من الأجانب، نريد هذا الخبر ديال الصحفي أحمد منصور، وأظن أنكم عرفتوا هذا الوجه الصحفي الذي يعمل به جزيرة القطرية. هذا الصحفي كان قد زار المغرب خلال واحد المؤتمر الصحفي كانت عقدته حزب العدالة والتنمية، وإثر هذا الزيارة للمغرب التي كانت سنة 2015 كان قد التقى بمغربية، كانت هذه المغربية مسؤولة عن استقبال الأجانب في هذا المؤتمر. وعند يعني أثناء هذا المؤتمر تقدم هنايا ونقرأ هنا، وأثناء المؤتمر تقدم منصور بطلب يد المشتكية بحقه أمام أهلها وعدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وفقا لما ذكرته المشتكية في حديث لموقع هيسبريس الإلكتروني. وأضافت صاحبة الدعوة أن منصور اشترط أن يتم الزواج بشكل سري، وقضي شهر العسل في باريس وإسطنبول قبل أن تكتشف أن المشتكي في حقه قد سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة، وفق ما أوردته صحيفة إسبريس. قالت على أنه المرأة السيدة المغربية حتى زوجته مشت معها فيها شهر العسل، عاد اكتشفت على أن أحمد منصور هذا المصري قد كان تزوج لأكثر من مرة ودار شهر العسل في نفس الأماكن لأكثر من مرة. لذلك بذكر أنه قد سبق أن انصدرت عام 2015 مذكرة توقيف دولية بحق أحمد منصور من قبل القضاء المصري، وكانت في سنة 2015 كانت بعدها أصدرت المحكمة المصرية في حقه مذكرة توقيف دولية، ولكن الأخوة المصريين أصدروا في حق هذه مذكرة البحث ليس يعني لإرجاع الحق للزوجة المغربية، وإنما كان في اتهم في يعني في قضية سياسية أخرى، كان اتهم بأنه قد قام بتعذيب واحد المحامي في ميدان التحرير. لكن مع هذه المغربية قراها عوجة كما نقولوا، كانت هذه المغربية سيدة واعرة عارفة اش كدير، والزواج ديالهم كان موثق بالمغرب، ولقات الأذان صاغية لدى القضاء المغربي. هذا الشيء اللي كنقول لكم للمغربيات، خاصة لأخواتنا المغربيات، باش يتزوجوا بمغاربة أو يتزوجنا بعقود زواج مغربية. شوف شنو دار القضاء المغربي، شوف كيفاش وقف معها، وشوف كيفاش أصدر في حقه مذكرة بحث دولية. كيقولوا فوقاش ما شديتوه جيبوه ندخلوه يماه الحبس، حيت هذا لقد كذب على واحد المغربية وقال لها نتزوجك، ولكن اكتشفت على أنه كان مزوج لثلاث مرات، والقانون المغربي يمنع الزواج بدون أخذ إذن الزوجة الأولى، وهو ما زالش بهذا الشيء وعقد الزواج ديالو يمكن، وهكا أصدرت في حقه مذكرة بحث. ونشوفوا لم تتوقف هذه المذكرة في هذا الحد، بل حتى هذه الشكاية طالت حتى إلى إسبانيا، وقد استجابت محاكم برشلونة الإسبانية لشكاية توجهت بها الجمعية المغربية القارئ الذكي. هذه الجمعية المغربية تنشط في إسبانيا في برشلونة، اسمها هذه الجمعية القارئ الذكي، تبارك الله عليهم واقفين ودايرين شغلهم في حق أحمد منصور الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، تتهمه بالسب والشتم في حق المرأة المغربية والتطاول على الإعلام ورجال السياسة. يعني هذا الصحفي موقفش غير هنايا، مشى وكتب في الفيسبوك وآخر بعض الكتابات ديالو كان كيسب فيها وتطاول على المرأة المغربية، ورغم أنه كان مزوج مغربية، ولكن ملي وقع له مشاكل مع هذه المغربية تطاول على المرأة المغربية بشكل عام، وعمم وقال على أن المرأة المغربية بنعتها بالسب والشتم.
وكذلك في حق رجال السياسة. وبعد مساطر طويلة أصبح الآن أحمد منصور مطلوبا لدى القضاء الإسباني بعد اقتناع المحكمة الإسبانية بالتهم الموجهة إليه من طرف جمعية القارئ الذكي. كانت واقفة هذه الجمعية، بارك الله عليهم، خدمة داروها زوينة. وفي هذا الشأن قال توفيق بوفصلي المسؤول عن الأنشطة الثقافية الرياضية في هذه الجمعية، يعني جمعية القارئ الذكي، مباشرة بعد ما صرح به منصور من كلام في حق زوجته يعني المغربية، وما قاله من كلام ساقط عن المرأة المغربية، وكذلك تطاوله على الإعلام وما نشره في صفحته في بالفيسبوك، كان لزاما على الجمعية القيام برفع دعوى قضائية ضده. عبد الله الكحل كذلك رئيس الجمعية ديال القارئ الذكي أفاد من جهته بأن الخلاف بين المغاربة شيء عادي وطبيعي، يعني كيقول لك الخلاف في السياسة ولا ما اختلف ولا اختلفنا وما تفاهمناش بيننا نحن المغاربة شيء عادي وطبيعي في السياسة، حتى في البرلمان كيدابزو وكيدابزو بيناتهم كل واحد اش كيقول، ولكن كل واحد عنده مهمة ديالو كيقوم بها في إطار القانون، كما سبق أن وقع مرارا وتكرارا دائما كتوقع. وهذا ليس مشكلا عندنا في المغرب، لأننا نحن المغاربة عائلة واحدة، ولكن أن يأتي شخص من دولة أخرى ويتجرأ على المغاربة بهذه الطريقة فهذا لا نقبله، وسنكون يدا واحدة من حديد. والآن القضاء الإسباني أخذ طريقه، وإن شاء الله سيلقى عقابه في الدنيا قبل الآخرة أحمد منصور. وانفجرت هذه القضية سنة 2015 حيث تقدم محمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، يعني هناك يتعاد الخبر، يتعاد القصة من جديد من 2015، وغادي يطلع يقول لنا شنا وقع. يعني هذا أحمد منصور ما تيقوش المغرب، كان هضر هنا كنوجه كلامي إلى المغربيات، ما تيقوش في أي أحد. هذا أحمد منصور لو كان يوقف عندك تقول هذا إنسان ما فيه حتى شي عيب، راه صحفي ويعطى ويضرب به المثل. علينا نشوف شو شنو دار مع مغربية وشو شنو دار مع أخريات كذلك. كان كيتزوج ويقضي معهم شهر العسل ويمشي يقلب على أخرى، لكن طاح في هذه المغربية كانت صعيبة وما قدرش ما قدر لهاش، وجراته للمحاكم، وراه كيعاني دابا هارب، ما إلا خرج قطر مشى فيها غادي يتشد وغادي يجيبوه حتى المغرب ويتحاكم حسب القانون المغربي. وهذا ما دائما كنقولوا لخواتاتنا المغربيات، عندكم يضحك عليكم شي واحد، عندكم تزوجوا بدون عقود مغربيه، وعندكم تخرجوا من بلادكم حتى يدار لكم الشان الى اقتضى الحال انك تزوجتي، عندك يجي راجلك هنا في المغرب وشطارتي كما كشطارتي على المغربي شطارتي حتى على هذاك الاجنبي، شنو كيلزم الزوجه ويدير لك عرس هنا وما تمشي للطائره الا وانت عروسه لابسه لباس العروسه، ومدعي لك اهلك بعزه النفس بعقود مغربيه بعقد زواج مغربي، ماشي غتهزي الشنطه ديالك وتشدي لافاليز ديالك وتمشي للمطار ويصيفطك باك ويتلقاو لك تما رجال ما معاهمش حتى شي عيالات كانهم جاو يتعرضوا، الله يستر ما بغيتش نقولها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.